طبيعي جدا ممكن تلاقي أنثى تشوف رجل لأول مرة تحس إن هي مش طايقاه، تتعامل معاه لمدة 5 دقايق بس تحس إن هي عايزة تطلب بوليس النجدة، عايزة حد ينقذها من الكلام أو القعدة أو التعامل معاه. شخصيته وطباعه متعبة مجهدة بالنسبة لها، دايما تلاقي العلاقة بينهم متوترة. إلا بقى لو أنت بتحبيه أوي، يعني لو هيجي رجل في حلقة النهاردة مع أنثى هي بتحبه، فما دام أنت بتحبيه هتقدري إن أنت زي ما إحنا بنقول كده تشتغل على نفسك ومن يمك كده وتحاولي تنجحي بالعلاقة. ما إحنا برضو بنعمل حلقات كتير لكل رجال الأبراج إزاي تقدري إن أنت تتعاملي معاهم. المهم اللي يهمنا إن أكتر رجل متعب لكل أنثى هنقوله في حلقة النهاردة، ومش هنقول كده بس، إحنا هنقول هو ليه متعب بالنسبة للأنثى دي. هنفهم الحلقة دي قوي لما ندخل في تفاصيلها. يلا بينا. أهلا بيكم، أجمل ناس في الدنيا، وحشتوني، وسريعا برحب بيكم، وبرضه سريعا بقول للجديد يعرفنا بنفسه عشان نرحب بيه. واللي ما اشتركش في قناة محمد أبو زيد ده على اليوتيوب ونفس الاسم على الفيسبوك يا ريت يشترك، الروابط دي متثبتة في أول تعليق ووصف الفيديو، وكمان يا ريت تتابعوني على الانستجرام، دوسوا لايك عشان الحلقة دي عايزينها يعني توصل لأكبر قدر من أصدقائنا. يا ريت اللي بيحبني يدوس لايك، عايز أشوف عدد المحبين ليا، بتحبوني زي ما أنا بحبكم ولا لأ؟ تعالوا كده نبتدي بأنثى برج الحمل الفارسة العنيدة، ومقارنة بكل رجال الأبراج مين أكتر رجل. بصوا بقى الحلقة دي ممتعة ممتعة، وأنا عارف أنا بقول إيه. كل أنثى تقدر إن هي في حلقة النهاردة تكتب لنا من خلال خبرتها وتوقعها وإحساسها بنفسها مين أكتر رجل كان متعب بالنسبة لها. اكتبوا في التعليقات، أنا بقرأ كل تعليقاتكم، وخلونا نتناقش ونتعرف على بعض. اكتبوا كده قبل ما احنا نتكلم. الفارسة العنيدة أنثى برج الحمل الناري أكثرهم ممكن نقدر نقول عليه العدو الأول من الرجال لها هو رجل برج الجد الترابي. هي أنثى برج الحمل من الإناث اللي حاسة بنفسها، نقدر نقول زيادة عن اللزوم، أيوة صراحة يعني، ورجل برج الجد فيه الحتة دي، عنيدة قوي وهو أشد عنده، يعني هو متسلط وبيدقق في تفاصيل التفاصيل وعايز يتحكم فيها في كل خطوة هي بتخطوها، في كل نظرة هي بتنظرها. والكلام ده مع فارسة عنيدة، الاسم موضح نفسه، لا يجوز يا اكسلانس زي ما احنا بنقول، ما ينفعش، انت فهمت غلط، انت ما تعرفش كده يا رجل الجدي نوعية الانثى القوية اللي انت بتتعامل معاها دي، عشان كده ممكن تشوفوا العدو الاول ليها من الرجال. في رجال كتير ممكن تكون برضو انثى برج الحمل يعني متعبين بالنسبة لها، ولكن ده الكبير بتاعهم رجل برج الجدي. أما أنثى برج الثور الترابي ملكة الرزانة والعقلانية، إنجاز التعبير يعني، قلنا الحلقة اللي بنطلق على أنثى، يعني كل أنثى برج ليها اسم، هسيب لكم رابط الحلقة دي اللي يحب إن هو يطلع عليها يعني عشان يعرف هو ليه، وإحنا بنذكر الإناث بنقول المسميات دي. فهو رجل برج الجوزاء. أنثى برج الثور دايركت دغري، عارفين الأنثى اللي هي نقول عليها دغري دغري أوي، ما تحبش اللف والدوران. ورجل برج الجوزاء يعني حدث ولا حرج من أحد ملوك الأساليب الغير مباشرة أو الأساليب الملتوية، ما ينفعش معاها. كمان هو بيهتم بمزاجه وبيطنش بمزاجه، ومع الأنثى دي عايزة كل حاجة دقيقة وكل حاجة بقدر، وانت يا رجل برج الجوزاء مش هتعرف تعمل حاجة زي كده. كمان انت لا تلتزم قوي بوعودك يعني، وانثى برج الطور بتفرق معاه الحتة دي قوي، تحب قوي اللي مرتبطة بيه او اللي بتتعامل معاه، اذا وعد يلتزم، وانت ساعات بتنسى، مش هنقول بتطنش يعني. اما الشربات اللي دمها زي العسل انثى برج الجوزاء، مفطورين ولاد الذين على خفة الدم، وانثى الجوزاء دي ما ينشبعش منها عامة. فأكتر رجل ممكن يكون متعب ليها هو رجل برج الثور الترابي. ليه بقى؟ الرجل ده متحكم قوي، ومن الرجال اللي عايشة في دور السيد زي ما احنا بنقول، وقلنا قبل كده ان الجوزائية تحب ان هي تبقى براحتها، ما تقيدش حريتها قوي، عاملة زي العصفورة كده عايزة تنطلق براحتها وبراحتها كده، محدش يقول لها رايحة فين وبتعملي كده ليه وكده غلط،
والتور ما بيعرفش يزوق الكلام شوية وممكن يخبطها كده يبقى دبش زي ما احنا بنقول، وهي اتيكيت وفاهمة قوي وبتعرف ان هي تنظم وتنسق الكلام، وتشوفه على طول ان هو يعني طريقته في الكلام مش محببة على نفسيتها، تحس ان هو خنيق بالنسبة لها، ان هو خانقها، فتشوفه عدو كبير قوي ليها لدرجة ان هي ممكن لما تسمع سيرته تحس ان في حالة غريبة كده ممكن تسيطر عليها. جوزائية مع رجل برج الثور علاقة صعبة أوي، عامة نقدر نقول عليها أبراج أعداء، أو نقدر نقول عليه برج الثور هو العدو الأول، العدو الأول لأنثى برج الجوزاء الهوائي. أما بسكوتة الأبراج أنثى برج السرطان فهو رجل برج القوس. أنثى برج السرطان حساسة وناعمة وأنثى ورومانسية، ولو أنت رجل مش رومانسي أنثى برج السرطان هتفتقد للكثير في شخصيتك وأنت بتتعامل معه. رجل برج القوس مش رومانسي عامة، وهو تلقائي لدرجة ممكن أقرب للصراحة الموجعة إنجاز التعبير. مادام رجل بالشخصية دي مع أنثى حساسة بالشكل ده، إذا ممكن تتخنق منه وتشوف إن هو ما بيقدرش وما بيراعيش مشاعرها. هل رجل برج القوس ممكن الصبح يقول لها صباح الخير يا حياتي وبالليل وحشتيني، ويجيب لها وردة ويفسحها ويخرجها والكلام الحلو اللي بتعيش عليه السرطونة أنثى برج السرطان؟ لا، ما تلاقوش في أنثى في رجل برج القوس، وإذا لقيتيه تلاقيه لفترة مؤقتة، يعني بداية ما تعرف عليكي كده، إنما عشان تكون دي فلسفته ومنهجه اللي هيستمر بيه بالتعامل مع السرطونة مش هتلاقي الكلام. عشان كده ممكن تبغضه وتحاول إن هي تنفر منه وتشوفه بالنسبة لها الرجل والعدو الأول. أما البرنسس أنثى برج الأسد زعيم أما البرنسس زعيمة العصابة أنثى برج الأسد، فيا ترى حد يتوقع مين ممكن يكون الرجل العدو الأول للأنثى القوية دي؟ هو رجل برج العقرب، متسلط جدا، متحكم جدا، أحيانا بيكون ناقد لاذع رجل برج العقرب، يعني متحفظ ممكن زيادة عن اللزوم، بيطلع الكلمة بحساب شوية. وانثى برج الأسد ما ينفعش معاه الكلام ده، تسيطر عليها وتمشي معاها ان انت القائد الأول والأخير والآمر الناهي، وتحاول ان انت تهمشها او ما تحسسهاش بقيمتها، على طول تكرهك، تتضايق منك، تهب في وشك وممكن تنقض عليك. لذلك كثير ما نجد إناث برج الأسد ممكن تشوف ان رجل برج العقرب هو العدو الأول لها. أما العذراوية أنثى برج أما العذراوية قنبلة الذكاء أنثى برج العذراء الترابي فهو رجل برج الميزان الهوائي. أنثى برج العذراء عامة أنثى ما يعجبهاش الحال المائل، وعشان هي ما بيعجبهاش الحال المائل تلاقيها دائما كثيرة النقد أو توجيه النصائح من وجهة نظرها. رجل برج الميزان حورتجي، بيلف ويدور كتير، مع أنثى برج العذراء تحس إن هو بيكذب عليها، مش دايركت ولا صريح معاها، تحس تفتقد للأمان اللي هي بتدور عليه مع الرجل ده، ما تبقاش عارفين الأنثى اللي ما تبقاش مرتاحة له كده، ما تبقاش مرتاحة في التعامل معاه، فعلى طول تبدأ إن هي تبتعد عنه وتبغضه، وتشوف واحد من الشخصيات اللي مش محببة بالنسبة لها، رغم إن ممكن في البداية تنجذب ليه على فكرة لخفة دمه ولجاذبيته العالية، ولكن إحنا بنقصد اللي بعد كده، احنا ما بنبصش تحت رجلينا، احنا بنبص يعني للموضوع بنظرة بعيدة شوية. خلوني سريعا كده قبل ما نخش على العسل أنثى برج الميزان ونشوف العدو الأول ليها من الرجال، وأديكم يعني بديكم فرصة تتوقعوا كده، خلونا نتشارك. بحذر وبنبه، ملناش أي صفحة على الفيسبوك غير محمد أبو زيد، أي صفحة تانية نصابة، رجاء تلغوا الاشتراك، ويا ريت تعملوا إبلاغ على الصفحات اللي بتأذي الناس دي رجاء يعني. العسل أنثى برج الميزان فهو رجل برج العذراء، عادي يعني اعكسها من هنا تلاقيها واحد في بعض الأبراج كده. أنثى برج الميزان متحررة وفاهمة وتنتقي كلامها، حتى لو شايفة حاجة فيك مش عاجباها عندها أسلوب ساحر بنت اللذينة، تقدر إن هي تقنعك بحاجة ممكن أنت مش مقتنع بيها. ورجل برج العذراء رجل سليط اللسان، بيدي في الوش وكثير ما ينتقد. كمان أنثى برج الميزان تحب اللي مرتبطة بيه إن هو يشاركها في حاجات كتير، وكثيرا ما تجد من رجل برج العذراء إنه بيطنش وبيكبر دماغه وعايز يبقى مع نفسه كده، وعنده لا مبالاة فظيعة على نفسية الأنثى الجميلة أنثى برج الميزان دي.
عشان كده ممكن تبغضه وتبتعد عنه وتشوفه وتتعقد كمان منه. الرجال دي هي اكتر رجال ممكن تعمل عقدة لإناث الأبراج دي. أما العقربة أنثى برج العقرب الذكية جدا، فارسة أحلام الكتير جدا من الشباب، فهتلاقي المتسلط رجل برج الأسد، رغم إن هي ممكن في البداية تنبهر بالكاريزما بتاعته وبقوة شخصيته، ولكن بعد كده تلاقيه برضه من الرجال اللي عايشة في دور سي السيد، فتبدأ إن هي تتضايق وتتخنق وتحس إن هو بيفرض عليها أساليب غير محببة. والأنثى دي ما ينفعش إن أنت تفرض عليها رأيك أبدا أبدا. أنثى برج العقرب عامة ممكن تقول لك على أي وجع الدماغ، ما عدتش طايقك ولا عدت قبلك، كل واحد مننا يبقى في طريق أفضل. أما القوسية برضو اللي دمها زي العسل ودمها زي الشربات، واحدة من الإناث اللي تاخدك بخفة دمها أنثى برج تلاقي القوسية أنثى برج القوس يتعبها أوي رجل برج الحوت. هما الاتنين بيتعبوا بعض صراحة، مش بس رجل برج الحوت اللي ممكن يتعب أنثى برج القوس، هو رجل برج الحوت من الريال اللي عايزة معاملة من نوع خاص. هي يعني كزي الرجل أنثى برج القوس زيها زي الرجل، صريحة تلقائية دايركت، أسلوبها دايركت جدا، هي نارية في الأول وفي الآخر، فممكن تقول كلام يضايق رجل برج الحوت. ممكن تشوف كمان من وجهة نظرها ان رجل برج الحوت ده خنيق وبيزعل بسرعة وعامل دراما، وانا منطلقة وبحب الضحك. من اكتر الاناث اللي ممكن تلاقيها بتضحك على طول انثى برج القوس وانثى برج الجوزاء وانثى برج الميزان، التلات اناث دول من اكتر الاناث اللي عندهم الضحكة دائما، لا تفارقهم، تلازمهم دايما. ورجل برج الحوت من الرجال اللي بتدخل في مود الاكتئاب بسرعة، وتلاقيه على حاجة بسيطة كده يعني عمل من الحبة قبة زي ما احنا بنقول، يخنق الأنثى الفرفوشة المنطلقة دي، تشوفه خنيق ونكدي وبيأثر عمرها، تشوف النكد بتاعه ده بيأثر عليها وبيأثر في عمرها، فتبدأ تبغضه وتحاول كمان إن هي تبتعد عنه وتشوفه عدو ده من وجهة نظرها. أما أنثى برج الجدي المرأة الحديدية قوية الشخصية جدا، المرأة اللي يعتمد عليها أي حد على فكرة مرتبط بمرأة أنثى جدي، يعني بصراحة هو معاه حاجة مميزة أوي، لأنها من الإناث اللي يعتمد عليها أو اللي عندها رأي سديد أوي، بس مشكلتها في العند وتسلطها لرأيها يعني. فتلاقي العدو الأول لها من الرجال هو برجي أنا، رجل برج الحمل، ما نتفقش مع بعض، ممكن في البداية ننجذب لبعض، أنا أنجذب ممكن لتقلها، ولكن بعد كده أنا عايز أسيطر وهي عايزة تسيطر، أنا يعني عنيد شوية وهي عنيدة شويتين ثلاثة، تبص تلاقي الموضوع بينا وصل لحيطة سد، هي بتدقق وأنا بدقق كده، هي الغيرة عندها أوفر زيادة عن اللزوم وأنا الغيرة عندي نفس الكلام. أنا بتكلم عن رجل الحمل عشان أنا رجل الحمل يعني. تلاقي كمان رجل الحمل من الرجال اللي ممكن ساعات ما بتاخدش بالها وبتدي في الوش لما تتعصب، بتتعصب بسرعة وتنتقد سريعا، وأنثى برج الجدي لو حد انتقدها يا نهار أزرق، لا ده بالنسبة لها القيامة قامت. كمان هي أنثى من الإناث اللي زيها زي العذراوية كده، ما يعجبهاش الحال المايل، فمش هترضى عن كتير من تصرفات وسلوك برج الحمل، رجل برج الحمل. ورجل برج الحمل زيه زي أنثى برج الحمل حاسس بنفسه شويتين، ما انا رجل برج الحمل، بس ما دام بنتكلم في معلومة لازم نكون منصفين ونقول اللي لنا واللي علينا يعني، فمش هيقبل منها النوع ده من التعامل يعني في الأسلوب. كمان ممكن نقول ان الاتنين شايفين نفسهم شوية، هما برجين متهمين بالغرور يعني. اما انثى برج الدلو الهوائي فيعتبر العدو الاول ليها من الرجال هو رجل برج السرطان، يخنقها ويعيشها في دراما كبيرة اوي، يحاول ان هو يسيطر عليها ويغوص في اعماقها، وتحس ان يعني انثى برج الدلو رومانسية عقلانية، والرجل ده رومانسي بزيادة لدرجة الرومانسية بتاعته ممكن تخنق الأنثى. يعني الأنثى لما تبقى رومانسية ده عادي، إحنا كرجال لما نلاقي الأنثى رومانسية حتى لو أزيد من 100%، يعني الأنثى مهما كانت رومانسية ما تضايقناش إحنا كرجال، إنما الرجل لما يبقى رومانسي بزيادة بالذات مع أنثى الرومانسية عندها معتدلة مش أوفر قوي، هيخنقها شوية أو هتبص له نظرة غير محببة شوية، إنه عايز كلام حلو كده وهي أنثى عقلانية وبتوزن الأمور بالعقل.
اكتر شويه ومنطلقه ومتحرره وعايزه خصوصيه، فممكن يشوفها ما بتهتمش بيه وبتطنشه وبتهمله، فيبدا ياخد الموضوع على كرامته ويتعمد ايذائها، وهي مسالمه بطبعها وما بتحبش الجو ده اطلاقا، فممكن جدا تبغضه وتبتعد عنه وتشوفه عدو ليها. اما الحوتية أنثى برج الحوت، الأنثى الفاتنة من الدرجة الأولى، أنثى برج الحوت دي، فحذاري ثم حذاري من رجل برج الدلو الهوائي، هو العدو الأول ليها وبلا منازع، حتى لو أنت شايفة عكس كده، بس الأنثى الحوت اللي اتعاملت مع رجل برج الدلو هي اللي تقدر تؤكد على كلامنا في النقطة دي. أنت رومانسية أوي وهو الرومانسية عنده واقعة، عامة الرجل برج الدلو ده انت عايز اهتمام وهو ما بيعرفش يهتم باستمرار، وكمان ما بيعرفش يهتم قوي، النقطتين دول كافلين ان هما يقضوا عليك، لان انثى برج الحوت من غير رومانسية واهتمام اذا خلاص اصبحت الحياة بالنسبة لها ملهاش لازمة، وهتفتقد بنسبة كبيرة النقطتين دول مع رجل برج الدلو واشياء كتيرة. مفيش مجال يعني عشان الحلقة ما تبقاش اطول من كده ان احنا نقولها كده. نكون قدمنا نصائح عامة مهمة ووضحنا كمان الأسباب في حلقة النهاردة، اللي في البداية تحاول إن هي تختار صح، اللي مثلا اتدبست ودخلت مع رجل يعني من الرجال اللي هي متعبة بالنسبة لها، هتحاول إن هي تمشي على النصائح والتعليمات لعل وعسى تقدر إن هي تتزم بالعلاقة على قد ما تقدر يعني. يا ريت اللي نسي يدعم الحلقة بلايك يدعمها بلايك، الحلقة دي جنرال يعني مهمة جدا، توافق على نصائح عامة هتفيد كتير جدا من اللي سمعها، دوس لايك خلاها رجاء أن توصل لأكبر قدر من أصدقائنا ويستفيدوا منها، واكتبوا لي آرائكم، أنا بقرا تعليقاتكم كلها وكمان بتعرف عليكم من خلالها، وهتوحشوا.